النهارده الحقيقه حاجتين مهمين جدا بيحصلوا في النادي الاهلي، حاجتين مهمين جدا جدا جدا، دلاله على اصاله وعراقه ومبادئ واخلاق واحترام هذا النادي الكبير. الحقيقه دي بالنسبه للجزء الثاني. الجزء الاول، النادي الاهلي الحقيقه زي ما حضراتكم عارفين، النادي الاهلي عنده ثلاث مقرات، وان شاء الله في صدد افتتاح المقر الرابع في التجمع الخامس، وبالتالي تهافت من الجميع على عضويات النادي الاهلي قبل الزياده. خدوا بال حضراتكم، لانه الفتره دي فتره مهمه جدا جدا لكل من لا يعرف ان الفتره القادمه ستزيد عضويه النادي الاهلي في جميع المقرات. خليني اقرا لحضراتكم علشان تبقوا حضراتكم عارفين بالظبط ايه الرسم اللي هيحصل. لجنه العضويه بالنادي الاهلي استقبلت اليوم بمقر النادي بالجزيره اعدادا كبيره من المتقدمين للحصول على عضويه النادي، سواء العضويه العامه او فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس. وشهد اجتماع اللجنه مع المتقدمين الجدد دراسه كل الامور المتعلقه بالعضويات، وكان مجلس اداره النادي الاهلي قد قرر في وقت سابق ان يعرض على الجمعيه العموميه النادي الاهلي في اجتماعها المقرر له نوفمبر المقبل زياده قيمه العضويه في فرعي الشيخ زايد والتجمع من 250 الف جنيه ل 350 الف جنيه للمؤهل العالي، ومن 500 ل 600 الف جنيه لمن دون المؤهل العالي. وبالتالي شهر نوفمبر القادم هو نهاية، لأن الجمعية العمومية بعد الخدمات اللي بنشوفها داخل النادي ولكل أعضاء الجمعية العمومية والخدمات اللي بنشوفها جوه النادي، عفوا، النادي طبعا محتاج أنه هو عضويات أخرى ومحتاج فلوس الحقيقة علشان يقدر يصرف بيها على الجمعية العمومية وعلى إنشاء مقر النادي. خلي بال حضراتكم، بيتم إنشاء مقر للنادي في التجمع الخامس على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. هتروحوا حضراتكم إن شاء الله اليوم الأيام القادمة هنوري حضراتكم إيه اللي بيحصل في التجمع الخامس والشكل العام اللي هيبقى عليه التجمع الخامس، واللي بيحصل في الشيخ زايد برضو حاجة متطورة جدا وحاجة كبيرة جدا، واللي بيحصل في الشيخ زايد حاجة متطورة جدا وحاجة كبيرة جدا. وبالتالي اللي عايز يلحق بقى اليومين دول قبل بداية الجمعية العمومية، لأنه من 250 هتبقى 350، ومن 500 هتبقى 600، علشان تكون عضو في النادي الأهلي.